دعونا نذهب إلى واشنطن ومراسلنا كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. أهلا بك كريم إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة من إكسترا نيوز للأزمة الأوكرانية. بداية، كيف كان موقف المواطن الأمريكي بشكل عام إذا ما رصدتم مواقف بعينها تجاه أداء الإدارة الأمريكية في فرض العقوبات؟ لما دعوني في البداية أوجه كل التحية للزميل عامر العروقي أو عامر عروقي في كييف الذي ينقل لنا تطورات الأوضاع على الأرض والمدينة تتعرض لقصف روسي بخضم عمليات عسكرية في العمق الأوكراني. أوضح الآن الموقف الأمريكي تحديدا في تلك الأزمة الصعبة. المواطن الأمريكي والمجتمع الأمريكي على مدار 3 أيام يتابع ما يحدث على كافة الشاشات الأمريكية، ويتابع اليوم عمليات نزوح المواطنين من بيوتهم من مدنهم التي يعيشون فيها إلى الحدود الأوروبية، إلى الحدود البولندية والحدود السلوفاكية لمحاولات النجاة من عمليات القصف الروسي. وبالتأكيد هناك حالة من التعاطف وحالة من الغضب تنتاب الشعب الأمريكي تجاه تلك الأزمة، لأنهم على مدار أسابيع طويلة تابعوا التصريحات الخاصة بالإدارة الأمريكية الحالية بأن روسيا ستجتاح أوكرانيا خلال وقت قريب، وحينما حدث ذلك لم يجد الأوكرانيون من يعني ينجدهم من القصف الروسي والعمليات العسكرية الروسية، رغم أن الإدارة الأمريكية الحالية صرحت بأنها أرسلت $1 مليار على مدار العام الماضي كمساعدات أمنية وعسكرية إلى الجانب الأوكراني. آخر تطورات الأوضاع إنجي متعلقة بالوزير أنتوني بلينكن الذي أعلن منذ نحو الساعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بحزمة عاجلة وفورية من المساعدات تقدر ب $350 مليون تقدم فورا للجانب الأوكراني. ونشد الرئيس أمس أعضاء الكونغرس الأمريكي وقدم إحاطة أو قدم يعني اتصل بالأربعة الكبار في الكونغرس الأمريكي زعماء الأغلبية والأقلية في كل من الغرفة الخاصة بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويعني طلب منهم مساعدات تقدر بنحو $6.4 مليارات تحديدا. يعني أحاول تفنيد هذا الرقم، ينقسم أو يتضمن إلى $2.9 مليار مساعدات أمنية وإنسانية، بالإضافة إلى $3.5 مليار مساعدات عسكرية ذخيرة تقدم وأسلحة فتاكة تقدم للجانب الأوكراني لدعمه في المقاومة أو مقاومة القوات الروسية التي تحتشد والتي تدخل أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب الأوكراني. وبالتالي يعني محاولة من الإدارة الأمريكية يعني مساعدة الجيش الأوكراني من خلال رفع الروح المعنوية للجيش الأوكراني بالتصريحات التي خرجت أمس عن البنتاغون الأمريكي والمتعلقة بأن المقاومة الأوكرانية ما زالت صامدة في وجه القوات الروسية، وأن يعني مدى تقدم القوات الروسية في العمق الأوكراني أبطأ مما كان متوقع من قبل القائمين أو الخبراء في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وصرحوا أن ذلك بسبب المقاومة التي يلقوها من القوات الأوكرانية واستخدامهم لصواريخ سام المضادة للطائرات التي أدت لسقوط يعني وفقا للرواية الأوكرانية عدد من الطائرات، وتم عرض فيديوهات لطائرة روسية بالفعل سقطت. وأيضا نتحدث لما عن نتحدث عن أن يعني العقوبات، يعني أريد أن أفند الآن العقوبات الأمريكية التي فرضت على الجانب الروسي حتى الآن. اليوم في اليوم الأول للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أو في شرق أوكرانيا تحديدا تم فرض عقوبات اقتصادية على روسيا متعلقة ببنكين وعدد من المؤسسات المالية تقدر أصولهم بنحو $80 مليار. كانت تلك أبرز العقوبات في اليوم الأول، وفي مع تطور الأحداث على الأرض ومع تطور العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، أمس ليلا في بتوقيت واشنطن تم فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، رئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وايضا رئيس هيئه الاركان فاليري جراسيموف. تم فرض عقوبات متعلقه بتعليق السفر او منعهم من دخول الولايات المتحده الامريكيه وتجميد الاصول الخاصه بهم في الولايات المتحده الامريكيه، لكن لم تخرج معلومات عن حجم تلك الاصول الخاصه بالنخبه الروسيه او من اول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى اعضاء الحكومه الروسيه، لم تخرج معلومات عن او تحديدا معلومات متعلقه بحجم تلك الاصول. وبالتالي العقوبات الأمريكية على الجانب الروسي هي عقوبات تصاعدية تدريجية على حسب ما يجري على الأرض. لن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا بالأزمة الروسية الأوكرانية، هذا هو العنوان الأبرز بالنسبة للتصريحات التي تخرج عن الإدارة الأمريكية الحالية. عفوا نعم. لما أنجي لا أسمعكما جيدا. نعم كريم نسمعك جيدا جدا وشكرا على كل هذه المعلومات عن آخر تطورات الوضع الأمريكي. ولكن كريم بما أنك متابع جيد جدا للشأن الأمريكي وكونك في واشنطن ويعني موفد لنا من هناك، لماذا في كثير من التقارير التي خرجت مؤخرا عن الوضع الراهن وعن الموقف الأمريكي تجاه هذه الأزمة، ثينك تانكس وكبريات ثينك تانكس في الولايات المتحدة الأمريكية تعد أن هذا الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا هو تحدي لقوة أمريكا العالمية ليس فقط روسيا ولكن كمان من الصين؟ لماذا وضعت أو أسبابهم ربما كريم عن وضع ما يحدث الآن كتحدي لقوة أمريكا العالمية؟ كريم هل تسمعنا؟ طيب يعني أعتقد أنه في مشكلة في الاتصال، نحاول الوصول إلى كريم يسري مراسلنا من واشنطن مرة أخرى. الكثير من التطورات التي حدثت في إطار العقوبات التصاعدية كما ذكرها كريم في وجه التحركات الروسية في الداخل الأوكراني. كريم عاد إلينا مرة أخرى من واشنطن. كريم هل تسمعني؟ نعم لما أسمعك بوضوح الآن. سأعيد السؤال ربما لم تسمعه منذ لحظات، كنت أسألك عن الأوساط المختلفة في الداخل الأمريكي السياسية والثينك تانكس والمفكرين ونظرتهم للتعامل الأمريكي الحالي تجاه روسيا في هذا الملف، ولماذا وضعوا أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في هذا التوقيت هو تحدي لقوة أمريكا العالمية؟ من خلال قراءاتك ومتابعتك كريم في واشنطن، لماذا تم وضع هذا الأمر بهذا الشكل أنه تحدي لقوة أمريكا العالمية؟ بالتأكيد الأوساط الأمريكية ترى أن ما اتخذه فلاديمير بوتين من قرار لاقتحام أوكرانيا أو لعمل عمليات عسكرية في العمق الأوكراني هو تحد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي بأكمله. وبالتالي يعني هناك تعاطف شديد مع الجانب الأوكراني لأن هناك شعور لدى أساسة في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية دفعت بالحكومة الروسية على رأس الرئيس زيلنسكي للتعبير بشكل أكثر ومطالبة بشكل أكبر بالانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو. هو لب تلك الأزمة الحالية لأن روسيا صرحت بأنه لا يمكن السماح بانضمام أوكرانيا لحلف الناتو لأن أوكرانيا تعتبر منطقة حيادية بين روسيا وبين الدول الأعضاء في حلف الناتو، وإذ ما انضمت أوكرانيا لهذا الحلف فبالتالي يمكن للقوات الأمريكية والقوات الأوروبية القوات العسكرية بوضع قواعد صواريخ قد تصل لصواريخ نووية متوسطة المدى وقصيرة المدى في أوكرانيا أمام الحدود الروسية، وهو ما كان يعني ما كان يرفضه بشكل كامل الرئيس فلاديمير بوتين. نتحدث الآن أن الكونغرس الأمريكي به وحدة نادرة للغاية متعلقة بضرورة الوقوف خلف الشعب الأوكراني وتمرير مشروعات متعلقة بحزم من المساعدات الإنسانية خاصة للاجئين والنازحين من أوكرانيا إلى الحدود الأوروبية، وحزم مساعدات متعلقة مساعدات أمنية منحهم أسلحة وذخيرة. وكما كنت أتحدث سيتم تخصيص نحو 6.4 مليار دولار
من قبل الكونغرس الامريكي وموافقه الكونغرس الامريكي لتمرير هذا المشروع واعطاء تلك المساعدات التي تنقسم بين انسانيه وبين مساعدات امنيه الى اوكرانيا، وبالتالي لما هناك شعور من الجانب الخاص بالمجتمع الامريكي بنوع من الضعف من قبل الرئيس جو بايدن في مواجهه تلك الازمه او في المواجهه المباشره مع الرئيس فلاديمير بوتين. اود ان انوه لما ان الرئيس يعني الرئيس الامريكي جو بايدن ليس متواجدا اليوم او ليس متواجدا منذ مساء امس في البيت الابيض في واشنطن، وانه توجه لقضاء عطلته الاسبوعيه في ولايه ديلور، تلك العطله التي يحرص الرئيس على التوجه فيها الى ولايه ديلور على مدار العام الماضي منذ توليه يعني منصب رئاسه الولايات المتحده الامريكيه، ولكنه على مدار اسبوعين لم يستطع يعني اخذ تلك العطله بسبب تطورات الاوضاع على الحدود انذاك على الحدود بين الحدود الروسيه الاوكرانيه، ولكن حينما يعني قامت القوات الروسيه بعمليات عسكريه في العمق الاوكراني نرى الان ان الرئيس يعني جو بايدن ليس متواجدا في واشنطن، وبالتالي عدد من الجمهوريين انتقدوه على موقع تويتر من خلال تغريدات لهم كيف يمكن لرئيس الولايات المتحده الامريكيه الا يتواجد في مثل تلك الظروف. كان البيت الابيض اعلن انه بعد نحو ساعه من الان او ساعه ونصف سيتم اجراء اتصال هاتفي واجتماع هاتفي بين الرئيس جو بايدن من ديلاوير مع اعضاء فريق مجلس الامن القومي، هذا المجلس الذي يضم بين اعضائه اهم الشخصيات في الاداره الامريكيه، تتضمن رئيس الولايات المتحده ونائبه الرئيس كاملا هاريس وايضا جاك سوليفان وهو مستشار الامن القومي وانتوني بلينكن وزير الخارجيه ولويد اوستن الجنرال المتقاعد لويد اوستن وزير طيب الدفاع. كريم يعني بما انك تطرقت الى نقطه خاصه بالامن القومي، بالطبع اسعار الطاقه والازمات الاقتصاديه هي جزء هام للغايه من منظومة الأمن القومي لأي دولة، وكان الرئيس بايدن له تصريح يفيد بأنه لن يسمح بأن يتألم المواطن الأمريكي بسبب أسعار البنزين، ما الخطوات التي ستتخذها حكومة بايدن؟ الخطوة الرئيسية التي اتخذتها حكومة بايدن هو التغريدة الخاصة ببايدن على موقع تويتر متعلقة ومطالبة لشركات النفط بعدم رفع أسعار الطاقة واستغلال تلك الأزمة، طلبوا بأن الإنتاج ما زال كما هو، أن العقوبات الأمريكية ليست على قطاع النفط في روسيا، وبالتالي يعني لم يتم فرض عقوبات متعلقة بالطاقة على روسيا بسبب تأكيد أهميتها بالنسبة لأوروبا في يعني تصدير الغاز الطبيعي في هذا الوقت من العام الشتاء، وبالتالي تحتاج أوروبا للغاز الطبيعي يعني تدفئتها، وبالتالي طالب الرئيس بايدن بالنسبة للوضع الداخلي المتأزم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة أصلا على مدار الفترة الماضية، ارتفاع في نسب التضخم أدت لسخط مجتمعي على الرئيس بايدن وأدت لانخفاض شعبيته إلى مستويات متدنية بسبب ارتفاعات الأسعار وارتفاعات أسعار الطاقة، وبالتالي الرئيس بايدن يطلب الآن من الشركات الأمريكية شركات النفط الأمريكية ألا تزيد من أسعار يعني الطاقة بشكل أكبر. ما يمكن إنجي حقيقة للإدارة الأمريكية فعله في خلال تلك الأزمة هو الدفع بالاحتياطي الأمريكي من النفط، وحدث ذلك بالفعل منذ عدة أشهر في ظل ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار النفط، ما أدى لبعض التوازن في الداخل الأمريكي بالنسبة لأسعار الطاقة، وهذا الأمر لم يحدث قبل ذلك منذ عقود طويلة حقيقة، وبالتالي هذا الأمر أو هذا الإجراء هو الإجراء الوحيد المتبع، لكن لا يمكن لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على شركات النفط الخاصة أو القطاع الخاص في الولايات المتحدة أسعارا محددة. قد يبدو الوضع مختلفا في الولايات المتحدة عن الدول الأوروبية التي ربما تستطيع التحكم بشكل ما في أسعار الطاقة، لكن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أسعار الطاقة تختلف من ولاية إلى أخرى وقد تختلف من يعني شوارع إلى شوارع أخرى في نفس المدينة،
تبيع نفس منتجات الطاقة ولكنها بأسعار مختلفة نظرا لانتمائاتها لشركات مختلفة، وبالتالي الوضع الأمريكي الداخلي متأزم. وأود أن أنوه أيضا إنجي أننا على بعد أشهر قليلة من الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي، وبالتالي الأغلبية الضئيلة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي قد تفقد من قبل الحزب الديمقراطي وقد تذهب إلى صالح الحزب الجمهوري. كل المؤشرات واستطلاعات الرأي ترى بأن الديمقراطيين قد يفقدون أغلبيتهم الضئيلة في مجلس الشيوخ وأيضا في مجلس النواب، خاصة وأن يعني عدد كبير من أو ملايين الأمريكيين يتهمون الإدارة الأمريكية الحالية أنها السبب الرئيسي في ارتفاعات الأسعار وأنها لم تستطع مواجهة جائحة كورونا بالشكل الأمثل وتسبب ذلك في ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو 7.2% كنسبة لم تحدث منذ 40 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قد يفقد بايدن يعني ظهيره التشريعي في الكونغرس الأمريكي، لأن يعني مهمة الرئيس الأمريكي تكون أصعب يعني في إدارة البلاد أو تمرير أجندته في الولايات المتحدة، لأن الكونغرس الأمريكي هو المسؤول عن تمرير تلك الأجندة أو الموافقة أو المشرعون في الكونغرس الأمريكي هم مسؤولون عن تمرير تلك الموافقة، وبالتالي أصبحت الأغلبية في يد الجمهوريين، فبالتالي ستكون هناك مقاومة شديدة لتمرير أجندة الرئيس جو بايدن وسيكون الأمر صعبا عليه في إدارة يعني أو في تمرير أجندته ومشروعات قوانينه وقراراته في الولايات المتحدة. في تطور هام ربما كنت سأسألك عنه كريم، ولما أنا لا أسمعكما جيدا أيضا الآن. طب هل يمكن إصلاح هذا الأمر زملائي في الكنترول؟ طيب لحين العودة مرة أخرى لكريم وعلى مدار طبعا هذه الساعات القادمة من واشنطن، كريم يسري مراسل إكسترا نيوز، بشكر شكرا جزيلا على أي حال تابعا معنا الموقف كاملا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.